سمحت شيخ، من الآخر، هل تدين أو تحرم لعن كبار الصحابة؟ موضوع الصحابة، موضوع أهل البيت، أهل البيت والصحابة كانوا يدا واحدة. نعم هناك اختلافات في الرأي، نعم هناك صارت بيعة وانتقدها علي بن أبي طالب عليه سلام الله، اختلافات بالرأي بالشأن السياسي حتى بعد أيام ديني. نعم وبعد أيام بقي يدا واحدة وإلى الأخير، وهذا الموضوع لا يسع ذكره، هذا يحتاج إلى تفصيل دقيق واضح لنضع النقاط على الحروف بشكل دقيق ونفهم السني والشيعي أنه يلعب بهم أصحاب رسول الله الذي يذكرهم القرآن ويمدحهم مدحا عظيما، نسبهم ونشتمهم بأي حق، بأي دين، بأي إسلام. اليوم على كاميرا الشارع العربي موضوع لعن الصحابة يثير الشارع السني كثيرا، هل اليوم فضيلة الشيخ الطفيلي يحرم بفتوى لعن الصحابة؟ ليس فقط حرام ومحاربة لله ولرسوله وللإسلام، لأنه يصنع فتنة عظيمة ويدخل الناس في الفرقة ويدخل المسلمين في الفرقة، وقد أمر الله بالوحدة وأمر الله بإقامة الدين، أمر الله أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اسمح لي، هناك من يقول اليوم أنه الشيخ الطفيلي هو صمام أمان في حزب الله، في هذا التنظيم بشكل غير مباشر، هو عملية توزيع أدوار اليوم، لأنه أنت قاعد هون، قاعدين بالبيت، يعني تستطيع أن تتكلم بصوت عالي بوضع يعني غير معروف حزب الله بمرونته بتقبل الانتقاد. يعني إذا قتلت بعد أيام يكتشفوا بعيد أني الشرع، ما بتمنى ممكن حدا يقتل، ممكن أن يكون رأيي هذا يصلني إلى مكان، يعني يكتشفون أني صادق. أنا صادق، أنا مؤسس المقاومة، أنا في أيامي أحمل بندقية وأقف في وجه الإسرائيلي، أنا على خلاف مع إيران قبل الأحداث بسوريا، والكل يعرف أن الإيرانيين والنظام السوري حاولوا قتلي وأنا محول إلى المجلس العدلي. هذا غباء، هذا جنون، هذا ممكن إما غباء أو جنون أو لا، واحد يعني سمع صوت يدعو الناس للتجمع ويدعو للوحدة وهو يريد الفرقة. أنا حيث وقفت منذ عشرات السنين لا زلت أقف حيث أنا. من سمع كلامي قبل 30 سنة أو 40 سنة ويسمع كلامي اليوم يجدني حيث أنا. أنا لست مع تحويل الثورة في سوريا إلى نزاع مسلح، لا زلت مصر أنه كان يجب، ولا زلت إلى الآن أقول يجب أن تحل سياسيا. هل أنت على اتصال مع معارضين سوريين؟ نعم على اتصال. مع مين؟ يعني مين هي المعارضة اليوم اللي بتوثق فيها؟ بعض ممثليهم جاءوني قبل أيام. من الائتلاف؟ من جماعة الائتلاف وميدانيين من سوريا، ممثلين لمدن ولمناطق، ونشرت على وسائل الإعلام. أنا أسعى لي، أنا صادق. لا أنا ما هيك كان هدفي بالسؤال، قصدي اليوم يعني بهذه الرؤية الجامعة اللي حضرتك عم تحكيها، عم تقول اليوم وقت العقل الحكمة، وقت الحل السياسي، من ترى اليوم أنه من المعارضة السورية، من يرى الشيخ الطفيلي أنه قادر على مثل هذا الحل السياسي، على حل العاقل، على حل الجامع، على بناء سوريا وليس هدمة؟ أساساً طرح الائتلاف أنا بنظري يجب أن يدعم ويجب أن يحصن، ولا يجوز تمزيقه أو إضعافه كما يفعل الكثيرون، إن كان من المعارضين السوريين أو من خارج المعارضين السوريين. الائتلاف هو الخيمة للكل، على الجميع أن ينضوي تحته. لن تكون نسخة عني ولن أكون نسخة عنك، لننتهي من هذه الألاعيب وما شابه ذلك. وبالائتلاف ناس كرام وطيبين ومفكرين وإلى النهاية. المسألة في سوريا هو أن لو قرر بشار أسد أن يتنحى اليوم ويقول نعم تعالوا شكلوا وزارة انتقالية، انتهى كل شيء في سوريا.
تتشكل وزارة انتقالية مجموعة موجود فيها أتباع النظام وغير أتباع النظام وكل الطوائف، مرحلة انتقالية يؤسس لنظام، يصار انتخابات، إلى النهاية تنتهي تنحل المشكلة. نحن نريد أن نحل المشكلة سياسيا، عسكريا حل المشكلة في سوريا يعني يكلف ملايين الدماء ويكلف ويكلف. ما رأيك بشيخ معاذ الخطيب؟ عاقل الرجل، وأثبت بأنه لا يفتش عن موقع، لكنه تسرع بالاستقالة وما كان ينبغي أن يستقيل، كان ينبغي أن يصبر وأن يتحمل.